Hello, we're anesthesia technology students at Gulf Medical University, Ajman United Arab Emirates. We're also participating in World Sleep Day 2023. We wish everyone all around the globe a happy and healthy World Sleep Day. اهلا، نحن طلاب جامعة الخليج الطبية من كلية قسم التخدير. اليوم نحتفل باليوم العالمي للنوم. كما نعلم ان للنوم فوائد عديدة على صحتنا. اليوم العالمي للنوم هو احدى الاحداث التي سيتم الاحتفال بها كل عام، التي تصادف يوم الجمعة، والذي يوافق 18 مارس 2023، وقد قامت بتنظيمه جمعية واصمة المعروفة، والذي قامته عام 2008. مع التركيز على التوعية فوائد عظيمة لصحتنا الاجتماعية نتيجة للنوم الصحي. ختاماً ندعوكم لحضور برنامجنا لليوم العالمي للنوم الذي سوف يوافق 17 مارس 2023. Sleep is essential for health.